سلام يا سلام يا ابو حميد يا سلام. الله 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 شيخ. مو مشكلة. رقم ثلاثة. يا سلام إنه الروبينج ستارك، إنه الروبينج ستارك يا إخوتي. اوه هكر الامه العربيه اللي بيهكر كل شيء وبياخذ كل شيء لحسابه وما ظنيت انه بيشتري شيء. حلوه عاد بالجوال حلوه. يا جماعة هذا منا الله يعطيك العافية. حلو 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 حلو. والله ما اجامل ولا واحد فيكم،
مزاد حقيقي، كل واحد جاي معاه مبلغ من المال عشان يشتري الاشياء اللي بتشوفونها. راح يكون يا جماعه الخير النظام كالاتي، بكون انا في مزاد والجماعه اللي موجودين هنا عندهم ارقام، بشرح لكم الان يا جماعه بالضبط كيف تسوون وش اللي تحتاجونه وكيف تدارون المزاد. ما نبغى حراج، نبغى مزاد بوقت قدروا بشوتي لابسينها والثياب ولا شيء يقرا الكحيانين اللي هنا. استفسار طال عمرك، تفضل. السكس بي على تخفيض في المزاد. المهم يا جماعه الخير، والله لو تضعفون قديش تعبت المطعم. فاتمنى يا اخوان تنسون باللايك والاشتراك، بنبدا الان. وكل اللي بتشوفونه ارتجال، والله ما يدرون وش انا مخبي له. وانتوا بعد ما تدرون، سويت لايك، سويت اشتركت، ما بقى لنا شيء على 5 مليون. يرحم والديك اذا انت جديد، تاكد انك مشتري 5 مليون يا جماعه. مجهز لكم شيء يحب قلبكم. طيب حياكم الله وبياكم. أبشر لكم الطريقة كيف. عندي بضاعة من ستاب القديم وأشياء قديمة لي، ممتاز؟ ممتاز. أبغى نظام بالمقطع ماتش سيدة، اللي أنا متأكد ناس بيطقون في أشياء بتشوفونها عشان تعرفون يا جماعة، يبغون أشياء كثيرة من قبل الأنجل ستوب. شفت الكل يبغاها، قلت أسوي مزاد، تمام؟ راح يكون في طريقة للمزاد. كل جهاز راح تحدد له سوم مبدئية، ما تسوم بقرضنا، ما تقول ريال. مثال، بعد شيء مثلا جبت بي سي تسوم عنه ب200، يعني ترفع ورقتك فوق بهذا الشكل. عطني الورقة لو سمحت. إذا رفعت ورقتك بهذا الشكل معناته أنك زدت 200. إذا وقفت من مكانك ورفعت ورقتك بهذا الشكل عندك زودة كسر للسعر، يعني من 200 2000. تبي تخلص الموضوع بدري، بس ما تنقص تقول 2000، ترفع وأنا بعرف. فهمتوا؟ إذا دقت المطرقة الدقة الثالثة 1 2 3 بيعت. إذا سمعتوا الصوت هذا صوت الجرس وشفت واحد منكم يتحرك والصوت موجود، بيطرد على طول من الذا وبتاخذ 500 ريال حقته، لأن إزعاج على الغير. كل شيء واضح؟ يعني ما بس كده. أيوة. طيب يا جماعة نترك الرسمية، نسمي بالله الرحمن الرحيم. يلا توكلنا على الله. تبون نبدأ بالثقيل ولا بالخفيف؟ خفيف خفيف، خلنا. تبون خفيف ولا ثقيل؟ نحمي. حب. طيب يا جماعة الخير، عندنا القطعة الأولى بمزاد اليوم وتراها جديدة. بقول لكم الجديد وبقول لكم القديم، لا حد يرفع أي شيء لين ما نبدأ حبة حبة. بسم الله. القطعة الأولى يا إخوان اللي معانا اليوم هي عبارة عن ستريم ديك، تستخدم للستريمينج، تختصر عليك مواصفات كثيرة بالجهاز، توفر عليك وقت. القطعة بقراطيسها كل اللي فيها جديد، وكالة ما استخدمت مع ضمان. طيب نبدا السوم ب 200، واللي يرفع ورقته بزيد 50 على السومه، 250 رايد، 300 ابراهيم، 400 خشب، 450 زيت، 500 ابراهيم، 550 بدر، 600 فارس، 700 روب ستارك، 700 روب ستارك. جهاز جديد تحصله برا فوق الألف مع الشحن، جديد 700 من عند 750 زيت، 750 زيت. جهاز جديد، جهاز جديد برا بقراطيسه كرتون وكاله، نظيف ما استخدم ولا مره، 750 قليل عليه. اتوقع انه يقول اخذ لك اسبوعين كامله، صح؟ تاخذ 1000% وتمشي تشرب تقدر تبدا الامور طيبه. 800 يا جماعه، 800 ابراهيم 800 ستريم ديك جديد 800 ريال الان اشغل لك اياه. 850 بدر، 850 بدر، 850 900 زيد، 900 زيد. حد بيشتري؟ حد بيشتري؟ حد بياخذه؟ نبيع. 1 2 3 ألف مبروك. لا لا تفكر تشتري مني وخلاص. أبغى أقول لكم شيء يا جماعة عشان هذه البداية، وأنتوا رقمتوا وأنا صادق معاه. ستريم ديك اليوم شيء جديد، هذا مستخدم وأصلي نظيف مرة. بينزل لكم الآن، أبدا السومة من 50 ريال، اللي بيرفع يده ويحطه بكيفه. 100 فارس، 100 فارس، 100 فارس، 150، 150، 200، 200، 200، 200، مستخدم نظيف، مستخدم نظيف، 1، أيوة، 200، 300 وخمسين، 400 رايد، 400 رايد، 1 2 3. نبدأ لكم بحاجة خفيفة والكل يبغاها لأنها تستخدم شغالة،
وصعب تلقاها وغالية، لكن أنا وفرت لك قطع. الشيء الثاني يا جماعة الخير اللي معانا اليوم، إنارة LED مستخدمة 13 حبة مع سلكها تنحط على الجدار ومعاها لصقاتها، مستخدمة لكنها شغال وعلى الضمان عندي أنا. اللي أبغاها نبدأ السوم 50 ريال، الزيادة من 50، خشب 50، 100 150، روب 200، اسمك ركان 200، ركان 250، 300 أحمد، 350 بدر، 350 بدر، أوه 450 أبو شو، 500 بدر، بدر 500، بدر 500، بدر يبيها، بدر يبيها، مناقشات حادة عندنا هنا طرفين، أحمد وبدر، أحمد وبدر، زيد أبو شو 50، 500 أبو شو، 500 نضرب، 1 2 3، ألف مبروك أبو شو، 500 ريال. طيب يا جماعه راح نبدا لكم الان بالعيار الثقيل حبه حبه، تمام؟ نبدا حبه حبه. بسم الله. شاشه يا جماعه الخير 240 هرتز، الشاشه استخدمتها بستب القديم، ما عليها كلام، الشاشه 24 بوصه، 0 ملي سكند، استجابه سريعه وبكامل صحتها وعافيتها. بنبدا الشوم من 300 ريال والزياده ب 100، الزياده ب 100، بسم الله. 300 ريال، 400 بدر، 500 ابراهيم، 600 راكان، 700 يزن، 800 خشب، 900 ابراهيم، 1000 احمد، 1000 احمد، 1000، 1100 ابراهيم، 1100 ابراهيم، 1100 ابراهيم. الشاشه 240 هرتز، 0 ملي سكند، سعرها بجرير يوصل 2400، 240 هرتز، فيها مدخلين ديسبلاي بورت ومدخل، عفوا مدخلين اتش دي ام اي، مدخل ديسبلاي بورت ومدخل ايضا شو اسمه هذا المدخل؟ 1100 ابراهيم، 1100 ابراهيم، 1200 يزن، اوه كم؟ 2000 ابراهيم، 2000 ابراهيم، 2000، والله ما خسرت، والله ما خسرت، سعرها الجديد غالي مرة. واحد يبغى، 1 2 3، ألف مبروك ابراهيم. طيب تبون دسم ولا خفيف؟ الآن اللي بيجيكم جديد، وكل واحد يبي قناة ولا يبي يصور يبغاه. اللي معانا اليوم يا جماعة الخير، اللي أحس بيقوم عليها طق مش طبيعي، كام سوني 6400 اي جديدة بقراطيسها، الكام استخدام صفر، ما استخدمت ولا مرة، الكام أيضا يا جماعة الخير بقراطيسها، كام جديدة، الكام معها عدسة، الكام معها أسلاكها كاملة، وقدامكم موجودة بقراطيسها جديدة جديدة. نبدأ السوم يا جماعة الخير بألف، والزيادة بمية، ممتاز. 1000 بسم الله، دراكولا 1100، 1200، 1300 دراكولا، 1400 راكان، 1500 دراكولا، 1600 أحمد، 1700 روب، 1800 دراكولا، 1900 ركان، 2000 زيد، 2100 دراكولا، 2200 روب، 2300 أحمد، 2400 دراكولا، 2400 دراكولا، 2500 زيد، زيد وقف، لا 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 معلش قام، كم؟ 3500 روب، 4000 دراكولا، 4000، 4000، كم سوني بقراطيسة؟ أوه 4500، 4500، 4500، 4500، 4500، 4500، تعال سعر، اللهم لا حسد يا حبيبي، 4500، 4500، حد يزود، حد يزود، 4500، لابو تركي دراكولا، 1 2 3، ألف مبروك أبو تركي، ألف مبروك. شغالة؟ شريت الكام يا ابو تركي، بس هل يطول قلبك تخلي عدسة سيجما من سوني 16 ملم تطلع الولع من بطن امه؟ تطول قلبك عدسة سيجما من سوني بقراطيسها، وكالة طالبها طلبية من برا ومن الكرتون ما حد طلعها او استخدمها، وهذه قدامك قراطيسها. نبدا السوم من 500 والزيادة على 100، اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، اجلس اجلس اجلس،
1100 بدر، 1200 روب جاي بالشنطة، 1300 زيت، 1400 خشب، 1400 1500 ملحد، 1500 شعرها 1800 شعرها 1800 جديدة قراطيسة جديدة قو قلبك يا زيت، قو قلبك يا رجال، 1500 زيت، 1600 خشب، 1700 زيت، 1700 زيت، اسكي كي ولا سي 7 سي 7 اسكي كي، 1900 1900 اسكي كي، اسكي كي اسكي كي خشب، 2000 ونقول تم، 2000 ونقول تم، 2000 ونقول تم، نقول تم 2000 خشب سي 7 1000 مبروك 1000 مبروك. طيب اللي بعده الكل جاهز؟ اللي بعده اذا انت ستريمر ولا يوتيوبر اعرف اني جيتك في مكان الحساس. نبدا بقطعه قطعه عشان نطلع قطعتين. انا بسم الله الرحمن الرحيم كام لينك 4K جديده وكاله. نبدأ السوم ب 200 والزود 50 200 250 أبو تركي 300 زيد 350 فارس 400 أبو تركي 400 400 400 900 900 عن زيد 900 عن زيد زيد شال بخاطرة 900 أبو تركي 950 ألف زيد 1050 1100 1200 1300 1300 نسمي بالله 1300 1400 زيد 1400 زيد 1500 1500 1500 1500 1500 ألف مبروك زيد 1500. شريته كاملينك وعشان تزيد الجودة عندك وتضبط أمورك بدون حوست أسلاك مع ترتيب نظيف كملها وخذ لك ها 4K برو. هذا ينحط بكرت الشاشة يعطيك جودة ما تشوفها في أحلامك. كابتشر ما عمرك بتشوف أنظف من هذا الشيء. سعرها عليها رايها بيشوفها. أبدأ السومة وعلى فكرة مهي موجودة في السعودية هذه نادر حصلها بجريد نادر. خلص نبدأ السومة من 800 ريال والزيادة 50 بسم الله. أحمد شو 850 900 أبو مشواح أبو مشواح السباح 950 إبراهيم بلف إبراهيم بلف إبراهيم بلف إبراهيم بلف إبراهيم بلف سعرها زود عن اللي حطها إبراهيم بضعف. اللهم اني بلغت اللي يبغاها بيكسبها تراها طلبية. ابو شو 1050 ابو شو 1050 سعرها عليها فارس 1100 فارس 1100 ابراهيم 1150 راكان 1200 فارس 1250 ابو شو 1300 ابراهيم 1350 يا ويلي فيها طق لي بس باقي سعرها ما وصلها سعرها ما وصلها يا جماعة ما كذب 1400 ابو نوح ابو نوح 1400 فارس 1450 طلبية من برا بقراطيسها هذا استكر سعرها عليها ما تسعيره موجودة قدام عينك ما بغش 1450 فارس 1450 فارس فارس كسبان إلى الآن فارس محصلها لقمة 1500 إبراهيم 1500 إبراهيم 1500 إبراهيم في نظرات في نظرات بالطاولتين أشوف تأشيرة أشوف هدي من روب أشوف هدي من روب 1450 أقول 1500 تراها تشبك بي سيين مو بي سي واحد فيها ان واوت. ابو شوقم كم حط 1900 ابو شو حقها في بطنها 1900 ابو شو 1 2 3 الف 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 مو موجود في السعوديه. الشيء اللي بتشوفه الان عزيز وعزيزتي المشاهده مو موجود في السعوديه. عزيز مش عليك من الموقع الرسمي مخلص بتاتا بس مو موجود ما في. الشيء اللي بتشوفه اليوم اعلى شيء ممكن تضيفه على جهازك على استقبلك في حياتك هو الاخير. الشيء اللي بتشوفه الان اذا شفته بتحط شعر ما تبط صامت تحط معرفه منه عزيز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شيل RTX 3090 كرت شاشة
اجدد واعلى فئه موجوده ومقطوع وتراها بقراطيسه ما استخدم لكن فقط فك منه للتاكد. كرت شاشه 3090 24 جيجا. الكرت مرغوب مطلوب الكل يبي لكن غالي. انا بفتح سوق وتجاوب كل عنده ميزانيه وبجيب تعيش حياته كامله بي سي واحد ما حد يفلي. معلوميتكم الشركه اسوس ما احتاج اعرف. نبدا السومه بين 2000 اللي قاموا ادرس ومو بلا خلوا العالم الشاب. السوم يبدا من 2000 والزياده من 100 ممتاز. 2000 2100 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3400 3300 عفوا 3400 قام ابراهيم 5000 8000 8000 9000 9000 اذكر الله اذكر الله اذكر الله 12000 زيت ابو تركي ابو كم 13000 زيت مبارك الف مبروك زيت تستاهل 13000 زيت. طيب يا جماعه هذا الكود ابى اطلع بعد شوي للمزاد وبخليهم يزودون وانا مزبن فيه 5000 ريال. والله يا اخوان لو شوف واحد فيهم صامل وما طقطق اسلم اياها الان قدامكم. الجاتو كاملينك اضاءه مكتبيه تتقفل مستخدم. بنبدا السوم من 200 ريال وزياده 50 200 250 راكان 250 راكان 300 رايد رايد انصحك فيها الصراحه 300 300 رايد 350 ركان 350 ركان 350 400 رايد 450 ركان 450 ركان 500 رايد 550 ركان 550 ركان 550 ركان 550 ركان 550 نقفل 550 ستمية ابراهيم 650 رايد رايد استسلام يعني 650 ركان 1 2 3 650 ركان. اللي قدامكم هذا بي سي مو بكيس عبارة عن معالج اي 9 9900 كي نيفيديا جي فورس ار تي اكس 2080 تي اي 32 جيجا بايت 1 تيرا ويندوز 10. الجهاز سعره خيالي لكن انا بفتح سوم ولو خذيته بمكسب الله يوفقك بفتح سوم والله يوفق. نبدا السوم من 5000 ريال والزيادة ب 500 500 زيادة 5000 ريال لحد يقوم 5000 ريال 5000 كم زياده 500 زياده 500 6000 6000 ابراهيم 6500 راكان 7000 بدر 7000 لا تقتل المتعه يا ابراهيم لا تقتلها كم سمعني جماعه رزقي يعتمد على الله ثم عليه لا تقطعوا رزقي وانا جاي هالمزاد ومجمع فلوسي اللي عنده كلام يقوم يتكلم معه
تمام؟ مجمع فلوس من اسبوع وموعد الرجال. لكن اسحب عليه وحطه في المزاد. أمانة وإحقاقا للحق. والله يا جماعة أنا طلبني إياه قدامكم الحالة. بس كنت بحطه في المزاد. طيب ممتاز. يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ترى. تكلم الله يرحمه المحمي يا ابراهيم هات سعرك كم وصل 7000 8500 لابراهيم 8500 بعطيكم بحرق عليكم والله ان الجهاز ب 11400 ريال طلبيه من امازون وجهاز ما لمس جديد قرطاسته عليه يا ابن الذين قرطاسته عليه نظيف ما استخدم ثمانية آلاف وخمسين بي سي جيمينج وستريمينج وكل اللي تبغاه أبو نوح 9000 ريال مرجلة إبراهيم أنا جاي عشان ذا الجهاز أحب هذه أحب المشاركة هذه يوم قلت فيها مجنون أنا جالس جنبك بس فيك 9000 وبيع لك 9000 أبو نوح واحد اثنين ثلاثة أبو نوح 9000 ريال سعره يا جماعة عشان تشوفون بس تشوفون واضح عشان تصدقون في أشياء مكسب لي وفي اشياء خساره لي لكن الف مبروك ابو نوح تستاهل والله بنختم يا جماعه الخير اليوم اخر مزايده والله انا ودي انزلها الصراحه بشوف من اللي بيشتريها ممتاز وما بحط لكم سومه مبدئيه من عندكم من 50 ريال ابدو سومتها وبكيفكم الشيء هذا غالي عندي واغلبكم يعرفه فكه ما عليك فكه واغلبكم يعرف الكود كود الايتم شوب اللي عباره عن كل ما املك في الحياه وكل شيء ببيعه وبسوق أبدأ من 50 ريال واللي يبغى يزيد يزيد واللي ما يبغى براحته إبراهيم 100 ريال زيد 150 أنا عندي سبب يخليني أزيد ليش؟ لأنه الأغنية حقتي اللي للكود هذا هي أكثر مشاهدات في قناتي 7 مليون مشاهدة وأنا إنسان ما أنسى فضل أحد 500 زيد 500 زيد والله انت تدفع ولا اذا انزل القران انت تدفع انا ليش ما ادفع بس الكل طلع مشكله اللهم لك الحمد خير 500 زيد 500 زيد ولا بضرب ولا شيء اذا في احد يبغى يزود يزود 500 الكود عباره عن لوحه تتعلق ب 500 700 روب يا 750 ابو تركي والله العظيم يا جماعه اني الان اشوف الوضع قلب شخصا 800 850 ابو تركي ابو تركي 900 950 ابو تركي ابو تركي 1000 1050 1050 1050 1050 ابو تركي دراكولا احد اساطير سلسله جراند يحطها ب 1000 هل في احد بيزود هل في احد 1150 1150 والله انت نقها والله انت نقها وانا احلف بالله والله انت نقها 1150 1200 1200 روبينج 1250 ابو تركي 1250 1350 ابو تركي 1450 واحد اثنين ثلاثة 1650 هدوء أبو تركي 1700 1750 أبو تركي أبو تركي 1750 1800 1850 1950 1900 1950 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
2000 اصمل 2050 واحد اثنين ثلاثة بيعت ابو تركي ألف مبروك يا جماعة الخير الناس اللي خلت باقي في أشياء هنا بس ما بطول مقطع أكثر من كذا مقطع شاطح وقلنا نبي نعيشكم تجربة معنا أتمنى استمتعتوا لا تنسونا من اللايك لا تنسونا يا جماعة الاشتراك طلب وإذا أنت باقي ما سويت اللايك سوى ترى ما بقى لك شيء على 5 مليون يعطيكم العافية شكرا سلام عليكم.